اندورمز نعطيك عليها اثباتات. المهم عني قلت عني ندير هياك نطرح هذا البث المباشر على اسس سليمه. حد ما يعرف فهد بلان ما ضروري يتابع تخلص للايف بيجي قد ما يفهمه بلي ما موجه له، وحد اخلاق وراء 97 قد يعود مولي ما ضروري يعني يتابع. لو خاضوا الشباب يجوا وسابق نبدو بمواضيع مهمة، لا نبدو بموضوع ما مهم، موضوع زيارة الوزير الأول للولايات المتحدة، وسابق نسترسل فيها شوي. أنا نختنوا فيها سابق الوقت اللي قلت عني مخصص للبث بها اللي بالموضوع ما مهم، المواضيع قلتهم لكم، الموضوع اللي نقولهم لا احنا الليله اللي نتكلم ان شاء الله عن الوضع في مالي وعن رئاسيات من ذات اجبار التوقيعات ومن ذات ما اجبرها، وعن برنامج نختارها نعدله مع الشباب، وعن هذو هم المواضيع، وعن صلاحيات اعضاء الحكومه. وقلت عني لو خاو الشباب يجوا عني نختارنا تبارك مع موضوع ما هو قاع مهم حتى، ولكن تقرر عنينا نسميه لين قال حد من الشباب انت عنصري ونعرف لماذا قايلها. شفت الوزير الاول لين بدات نتكلم عن 47 نهار الشهر امريكي بان مات مونك عنده، وجاوني رواقيج بالخاص وجاوني وجها لوجه قلت يقولوا لي هذا راجل من اهلك وتكايس معاه وعنه، قلت لهم اهلي كيف؟ قالوا لي اهلا محمد بويا والله بالله شي ماله لا توحشنا. قالوا لي هذا راجل من اهلك، وقالوا لي يعطيك تكايس معاه، قلت لهم انا ما هو من اهلي، قلت له انا اهلي موريتاني كامله، ما هو من اهلي عن واحد اخر من زويرات مثلا والله مبيك الحواش. ما فهمت لماذا من هم الصقاسوا العام وتاو يقولوا عني انا مقزم من لقاءاته مع المديره الجهويه في منطقه بينا ذيك اللي يقولوا لها ميدل ايست اند نورث افريكا اللي هي الشرق الاوسط شمال افريقيا، وقزمت منها وبدل من يقولوا لي ادله عنها هي ما هي عنها هي مهمه عن القتال الخازل تها يقولوا يحلوا لي في جنرال الكتريك. جنرال الكتريك شركه عالميه كبيره جدا، غير لو كان الوزير الاول اجبار مديرها التنفيذي والله رئيس مجلس الاداره والله نائب المدير التنفيذي والله نائب رئيس مجلس الاداره والله باط حد من مدراءها الكبار نعود سكتنا. هاي السيدة اللي جبر أنا قبلت أخبارها، هذه كيف قلت لكم ديركتريس ريجيونال، ديركتريس ريجيونال قالوا للشباب اللي في ماليزيا عنهم لين يعودوا مجتمعين على صفقة، ومثلا لين تلحق ذيك الصفقة تقرب من مليون دولار، مليون دولار اللي هي 350-360 مليون وقية عندي انا وانتم تقدر تعود مبلغ هاي اللي غير عند رجال الاعمال الموريتانيين اللي يجتمعوا منهم 10 يعني مبلغ لا عادي يستثمروه ويعدلوا منه التجاره يجبروها ما عندهم مشكله، اللي يقولوا عليهم لا يشروا شي من التجاره من عند جنرال الكتريك تجي مستقبلتهم حالا. انا الوزير الاول دافع للانتقادات اللي نقول عني انا ما راعي كاع لون جلو، ما راعي عنه كحل ولا دخان ولا ابيض، راعي عنه وزير اول الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه، وذا هو الدافع بي عني هو من نفسه. لو كان ما هو وزير الاول ما قادي لي فيش سبه واحده، ساب يعود وزير الاول ما قطيت تكلمت عنه، وفطني لين ينقص ما تتلاقي يعود ما غادي لي فيش شيء، غير ما دام وزير الاول اعتبر انا عنه يمثلني به اللي شبر عدلو معدلو باسمي ومعدلو باسم الدوله اللي ننتماو لها كاملين. ومن الامور اللي ما هي اللي عدل اللي ما زينت عندي انا بعد ونبهت لها بصفه مطابقه حسب اللي ظهر لي انا بعد عن سفر وهذا شغل الولايات المتحده، سولت توف هذا المؤتمر الشراكه الافريقي الامريكي من شارك ذي من الرواج اللي على مستوى هو من درايه كان خالقه دوله اخرى من شاتلو رئيسها، من درايه كان خالقه دوله اخرى من شاتلو وزيرها الاول، من درايه كان خالقه دوله اخرى من شاتلو رئيس وزرائها، ومن درايه كان خالقه دوله اخرى من شاتلو رئيس حكومتها، الرواج على مستوى هو هو اللي عينيان عليه. إلين هما اللي فات راد علينا مولانا ان نقعنا في المرد عدلناها بصفه ما هي زينه، اولا عدل اجتماع في ذيك الغرفه اللي شفتوا اللي ندي عنها سال دبريفينغ اللي في واحد من فنادق الضواحي، وازن على مدير الفندق يعود يعيط للعمال فيها مع الصباحيه كيموتي فيهم. ولين هما اللي عدلنا ذيك الملاحظه اجتمعوا هما عدلوا الاجتماع الموالي في قاعه
فخمه فعلا زي من ذيك القاعه، غير ما فيها من المقاعد ما يكفي لجلوس جميع المسؤولين. وهذو اللي بقاو معهم حراس، هذو اللي بقاو معهم سكرتيرات، هذو اللي بقاو ذلت مدراء كبار تابعين لوزاره الشؤون الاقتصاديه. احمد وسال الكل بوياه، وطفل اخر ما تيت مستحضر اسمه غير بعد الله على مستوى، وايسا تلام اللي هي مديره وكاله الاستثمار. لين يعودوا كاع سامعيني انا، هي بالنسبه لي اهم حد في ذاك في ذاك في ذيك في ذيك في ذيك لا ديليغاسيون. وخاطي ولا محمد صالح، ماني عالم بحد اخر خاطيهم هما الاثنين يتكلم انجليزي. وعدلتها الملاحظات قلت عنا نحن عندنا من الميزانيه وذا النوع ما يرشد عنه من ساعه نقعنا في المردن واخوها من فوق، عندنا من الميزانيه اللي نقدو نقبلو قاعه كبيره وزينه، ما نقدو انت ولا نقبلو واحده كبيره وشوينه، والله واحده صغيره وزينه. هذا هو اول قد قلت قضيه العنصريه انا ماني مجاوب عليها، بيا اللي تنجاوب عليها لين تنجي على ذا النضال اللي عدلت مع سويس راسيزم والتبي انا على كرعي انا واحمل صنبه وسيدي واليسع والشباب 96 97 ومجيتنا السهرات اللي نعدلوا في دار مسعود والبخير قاطع عنها صوم لك الله وياك تثقل علينا، ومكروني اللي تطرح لنا المعلومه من بلال والترك اللي يقراه في نفس البيت اللي فيه نحن به اللي هو السندل لله واحد، ظروف صعبه يعني. هذا والله العظيم الكريم ماني معدلوا الحراطين، والله العظيم الكريم ماني معدلوا الاسكلاف، انا معدلوا الراسي ومعدلوا الموريتاني، بيا اللي متخيل لي عني يالتي نطرح لبينه في هذا البناء اللي ينقال له موريتاني. ذيك اللبينه ياك انا نرقد ياك نعود انا بعد ما تم ان ابني ضميري، يسوى قاع اللبينه ما هي مهمه ويسوى قد سقرها، معناها اني انا ماني لها رد على راسي على ذيك تهمت عني عنصري. يا غير لين يقول لي حد عني عنصري نطمئن به اللي معناها اللي قلت للوزير الاول ما فمات ياها شيء يقد ينزرق منه. اللهم لين يفطنوا هما عني انا جلي ابيض والله دخان والله شخام، وعنه هو جلو احمر والله اخضر والله كحل. وقولوا اه انت الصهاجم عليه الله بك انك عنصري. نطمئن. لعات الله هذه النقطه الوحيده معناها اني مطمئن، ولان ان شاء الله تعالى لها الرد عني راس ولا خلوني عنصري. هذا هو اللي كنت نختار نقول، الوقت نجي عنه الحق. سمحوا لي قباط من وقتكم هذه الدقائق في الموضوع اللي ما هو مهم، ما مهم من الصن الناس اللي ردوا عنه هو، ولا مهم الموضوع قاع في حد ذاته، ولا مهم فطنه هو. لين رجعوا للموضوع اللي جايبنا الليله اللي هو قضيه الوضع في مالي، اللي حسب قراءتي يعني الخاصه عنه هدنه بيلي الاسابيع التاليه كان خالقه هم تنسيون متينه بين الرئيس عاصمي غويتا ووزير الدفاع ساديو كامارا. وكيف قلت لكم كلهم عنده حلفاء، عاصمي غويتا متحالف مع تركيا وايران، وساديو كامارا متحالف مع روسيا، وجناح العسكري اللي في مالي اللي ما تلين قالوا فاغنر اللي عاد ينقالوا افريكا كورب اللي هو الفيلق الافريقي اللي عاد تابع لمكتب وزير الدفاع الروسي شويغو. فاغنر ماتت خالقه، عادوا خالقين منها نوعين، ما في افريقيا وما في خارج افريقيا. ذا اللي افريقيا منها ينقالوا افريكا كورب، وذا اللي ما هو افريقيا اساسا اوكرانيا ولدونباس وسوريا راك عاد تابع المكتب نائب وزير الدفاع. وهذا هو حلف عاصمي غويتا وزير الدفاع، لا هو باط حلف وزير الدفاع عاصمي غويتا الرئيس متحالف مع ايران وتركيا، وزير الدفاع متحالف مع الامام ديكو والجزائر وروسيا. كان استقطاب متين، وانا كنت متوقع ان الوضع لا ينفجر، وعقب ما انفجر بيلي يبدو ان القوم عنهم جبروا صيغه يرتبوا بها الامور، بيلي لو كانت ما انجبرت صيغه يستحيل عاصمي غويتا يقدم عليه الخطوه اللي يقدم عليها. ساديو كامارا وجماعه من الجنرالات من الكولونيلات كلهم وطلع له لغراد دي جنرال. توكم البريزيدان عاصمي غويتا زاد هو طلع له لغراد جنرال. الين طلع لهم لغراد دي جنرال قاموا مولي، والفتره الانتقاليه اللي كانت سنتين مدوها الى 5 سنوات. وقلصوا عدد الاحزاب، قالوا عن عدد الاحزاب كانت يعني 95 عاد تعود الى 25. هذا كامل ولا دستوري يا غير عدلوهم وبهم اللي عندهم السلطه. مع ناسيمي غويتا لا يترشح،
خليه يترشح ليعدل مانداتو، هي فترة انتقالية كانت عامين عاد 5 سنوات معهم، ليعدل مانداه ويترشح منه ويترشح من جديد، وهذا ما كان يقدر يقدم عليهم هاولين إجبار صيغ التفاهم مع بقية الجنرال. أظن أن هم هدنة خلقوا أكيد مفاوضات، المفاوضات الدور تعود، مفاوضات الدور تعود سبب قيامهم لا تنسيون اللي خلقت على الحدود، الحدود الغربية المال حدودهم معنا نحن. الموضوع الآخر موضوع أنا تكلمت قبيل عن وزير الداخلية، قلت عنه فيزيبل، شفتوا فيزيبل هذه ضرورية في كل حكومة، كل وزير قاع يلطي عود فيزيبل، والوزير الأول يلطي عود قاع بنو عود فيزيبل. الناس صوت ماله حس حد يكتب الصوت، تست تست تست، أنا ماني حاس بأن الصوت عنده مشكلة، صوت ماله عادوا عاط عندهم جنرالات، أنتم الصوت سامعين والله ما لو سمعتم الشباب حد منكم يطمني على الصوت ياك نتابع. قلت لكم شباب طمنوني على الصوت ياك نتابع سي بون. ملاحظة أخيرة سابقا نمشوا عمالي لهنا رجعوا لها، روسيا تنقي دول إفريقيا واحدة واحدة، ولا نعرف إذا كانكم لاحظتوا عن الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو، كان هو الرئيس الوحيد من خارج دول الطوق اللي حضر الاحتفالات 9 مايو اللي هي احتفالات نهاية الحرب العالمية الثانية في روسيا. سيسوكو إمبالو هو الوحيد اللي حضر لها ومشى منها من روسيا شولا تشيتشيني، وذاك يعني إرباك حسابات حلف شمال الأطلسي وفرنسا في شبه المنطقة، نتروه ما كانوا عالمين به. نرجعوا للموضوع الآخر، قضية فيزيبل هذه هي كل حكومة لابد أن تعود فور مستعدة أنها تسوتي بها للحكومة، هي فيزيبل الرئيس. لماذا؟ ما هو عن الرئيس مهم، ما هو عن الرئيس به للرئيس، هو اللي عنده مندة 5 عمان، وهو اللي لين يخسر صوم مندة والله ما يقدر يوفيه لا يتعودها ماتي أزمة حقيقية. الوزير الأول لين ينقز ما هي مشكلة أكبر من قده، والحكومة لين تستقال ما هي مشكلة أكبر من قده، وحتى البرلمان لين حل ما هي مشكلة أكبر من قده. المهم واللي هو عامل الاستقرار عن الرئيس لين يتم انتخابه بطريقة ديمقراطية في موريتانيا ولا غير موريتانيا، لين يتم انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة ديمقراطية ويعترف بفوز بقية المترشحين في الانتخابات اللي كان هو فيها، يلت الجميع يعمل على عن ما نقول لكم ناس في الريال تتصفق وتقول عن الرئيس في ويسكي ويسكي، غير عن يعودوا الوزراء اللي متكولين عليهم القطاعات الخدميه كلهم يلطوا يتحمل مسؤوليته الين يعدل شغلته زينه، الين يعود ماهم عدل شغلته، ما يلطوا يتم يلقي باللوم في مجالس الخاصه على رئيس الجمهوريه، ما يلطوا يتم يقول هذا لا رئيس الجمهوريه وهذا انحانوا التعليمات جايه من الرئاسه وهذا حصر عنا وهذا كوماندينا وهذا ما اللي بيجي حصر عنا هذا ما هو صالح. انت يالتك انا ماني فاهم الصوت، كل روايه تقولوا عنه كل دقيقه تقولوا عنه، واحدين يقولون انهم سامعين واحدين يقولون انهم ما مسابعين. طمنوني على الصوت لو سمحت ياك نعود نتابع. رباط هو اللي قلت لكم عن اي وزير يالطي يعود يقبل عنه يعود عن فيزيبل. فيزيبل معناها يصوتي، معناها ان يصوتي فيزيبلات اللي يندارو في الدار، واحد منهم يصوتي وتمشي انت وتشري فيزيبل اخر ياك ما تحرق الدار، حتى الوزراء والوزير الاول منهم يالطي يعودوا مستعدين للتضحيه ياك يصوتوا ياك يعود ماشين عندهم الى ان تقدم حد ما يعود لا يلين يعدل حد منهم انجاز ولو ما هو خالي، يقوم تقوم الناس تقول عنه اللي عدل عظيم عظيم عظيم، ولين يقول ولين يخلق شفر صالح يعود هو واللي معدل شفر خاسر يبوس عنه المسؤوليه ذاك ما هو صالح. انت كعضو في الحكومه يالتك تعود ما تدافع عن راسك، يالتك تعود تعدل شغلتك وتدافع عن رئيس الجمهوريه، يالتك تعود شي خاسر وعدل في قطاعك مسؤوليتك انت، وشي صالح تخليه للرئيس باللي الرئيس هو اللي يالته يجبر لماكسيموم دو بروتكسيون، هذا بعد هو الحكومات الصالحه. انا نعرف عن الوقت عنه ضاق، عن جاي واحد انتخابات رئاسيه، نرى عن رئيس الجمهوريه عنه ما تلقى قد يبدل به اللي بون يختار يخلي المرده توفى. وانا قاعد جاتني فكره، بل كنت نتخمم نقول لماذا رئيس الجمهوريه ما يقول للموظفين موظفين دولي يقول لهم انهم حرم عليهم انهم يمشوا معاه لين يعود والله يتلبوه والله يسبقوه لين يعود في زيارات الداخل وهم وتمشي مع سا سيكيوريتي نورمالمون وفما تياه الوالي والحاكم والعمده ودبيتات البلاصه اللي هو واعده. شكرا بادي خماني راني فهمت المرده.
ويمشوا معاه ويجبرهم قدامه، يا كان ويجبر الساكنه المحليه لين يعود يقيس واد الناقه ويجبر سكان تفرغزين، ويقيس المدرغ يجبر سكان تفرغزين، يقيس النعمة يجبر سكان تفرغزين، يقيس الوادي ويجبر سكان تفرغزين، ورقاس كيفه ويجبر سكان تفرغزين، هذا بلا معنى. يغير قلت بيني مع راسي يجوز رئيس الجمهورية يتلذذ بتعذيبهم بيهم اللي خلق لهم قبيل تعذيب، هما قاعدين في الشمس كرات سيد دقري ياك يوخوا عليهم الرئيس ويقول لهم السلام عليكم. وصالح انا قايل انه معاقبهم، قايل انه العقاب الوحيد اللي يجبر انه يمشي بهم معاه هوك ويخليهم في الشمس الين يطيبوا كيف يتمدى في ميكرونت ومنها مات يا يجي ويعيط لهم ويصهرهم الين يصبح الصبح ويخليهم عنه ويتم 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 مراجعه بلي السينما ما اجبرتهم حل اخر. قضيه ان ميسيون جاتني فكرتها، دائما نشوف في دائما نشوف في اللي يقربوا الرئاسيات نشوف ياسم لي زيميسيون المرشحين فور كلهم يعيط له غير نسق لي زيميسيون يعود سياني مثلا فهم ياسر من الجمود وياسر من كيف تحد يخرص لي ميسيون من لي زاني 80 ولا 90 ارتئيت مع مجموعه من الشباب انا نعدل روايه مغايره وين المغايرة شنو هي؟ عندي نقبل قاعة مطابقة ونخلي عندي ميكرو كرافات وميكرو بالادور نقبو دي ميكرو سينما دوك اللي نداروا على بيرش وجم فوق وقعد ما يورا عافين ونقعدوا في نادي كي يتقهوى نعيط للمرشح ونعيط معاه لثلاثة من الشباب. الشباب بالنسبة لي أنا وبالنسبة للأمم المتحدة وبالنسبة للقانون الموريتاني اللي حدد سقف اعلى لمرشحي النيابيات للائحه الشباب، شباب هي 35 سنه على اقصى حد. قلت اني نعيط لثلاثه منهم من جميع فئات المجتمع من جميع الشرائح وعائلات الرجال، نعيط لثلاثه منهم ونفتح لهم الباب ونعود انا قاعد قضيه تزكيات جايه، ونعود انا قاعد معاهم يا غير ما نعود نمنع حد من الكلام، نعود لا واحد منهم. ما نعود نقول عندك دقيقتين ونقاطعه ونعود واحد منهم تنشارك معاهم. والشباب هم اللي حد لا هي يهتم بهم حد لا هي يعطيهم الكلام يعرى عنهم عندهم قواعدهم، ما نقدر نعيط للشباب ونطرح عليهم قواعد يعني اللي شيباني عدت الحمد لله طارح ليد على 50 عام، لا نعيط للمرشح ونقول له قواعد اللعبه، قواعد اللعبه هم اللي يفكسوها هم الشباب هم اللي يتكلموا اللغه اللي يبغوا ويجاوبهم باللغه اللي يبغي هو ويقاطعهم ويقاطعوه وخلق ذاك الديبا. كانت محاوله اولى حق طغات عليها اللغة الفرنسية ولا نقول لكم لماذا بما فماتيا كانت أسماء كان أساسا تتكلم لا الفرنسية ولا تفهم الحسانية ونحن صالخرين كنا ما عندنا مشكلة يغير خلقها قدر من المجامل لها بما أنها أصغرنا سنا بما أنها امرأة اخترناها هم اللي حتى ذا اللي قايلين نحن ما يفوتنا وتلقائيا ولا شعوريا وبدون أن تكون هناك ترتيبات مسبقة طغات اللغة الفرنسية على اللغة العربية والله الحسانية. طبعا خطأ يغير اللي ما مديور منه إقصاء حد ولا هي ليميسيون ما هي موجهة لفرنسا موجهة لشباب موريتان. قال يالتم الناس اللي ما تتكلم الفرنسية تفهم عن خالد بن شمل الموريتانيين ما يفهموا الحسانية ولا يفهموا العربية ولا يجد حد يقول لنا يظلمنا ويقول لنا تكلموا لهم باللغات الوطنية بين اللي ما نعرفها. الطريقة الوحيدة اللي حد كيفيتيانا قد يتواصل مع فلان ومع السوانك ومع الولف يعني نتكلم لهم بالفرنسية يا كيف يفهموني كامل. وهذا هو الاختيار اللي عدلنا ما معناها عن جميع الحلقات لا يتعود نبتها. الحلقة الجاية مثلا لهي يخلق شوي من لهي يخلق شوي من التغيير في ذيك ذوك الواجهه الثلاث دقائق فما تي ريكاج مالي يحضر ويجيب له ريكاج اخر. ولهي نحاولوا معنا اللي نخلوا العربيه تطغى على الفرنسيه بين اللي نحن معنا متحكمين في الناس اللي لا تطرح اسئلته ولا نقدروا نتحكموا في لغتها غير لهي نحاولوا اللي عن تكثر يكثر الحيز اللي مخلي للحسانيه.
وإلين يعود هم زر بالحسانية وزر بالفرنسية كلها هي الصنت لك اللي لك اللي الله له عنه قد يصنت له. حتى الفرنسية قاع اللي نكلم بها رقاش دائما تماتي علامه فيها كلمات حسانية تسمح عن حتى رقاش ما هو متمكن من 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 ما هو متمكن من الفرنسية قد لا يفهم السياق العام للمحادثة. وتو معناها ان الفكره ذي هي لا ينعيطوا فتنا قاع علمنا جميع المترشحين حكما الا اثنين منهم كلهم اعطى موافقته المبدئيه. احنا مازالنا 4 ايام سابقين قبل الملفات مع ذو اللي ما فاتوا طرحوا ملفات ما عندهم اولويات اخرى ونحن فاهمينهم. ومن دون النائب الجماعه الثانيه ما تمثل الشباب مره اخرى الشباب اللي فم ما فيهم اللي قال انه يمثل الشباب وانا من نفسي ما قلت انهم يمثلوا الشباب ما هم اي حد مدعي عن يمثل الشباب. ذوك الشباب ما فيهم اللي يمثل ما هو راسه وما فيهم اللي جاي ما هو ياك يطرح التساؤلات اللي ظاهره له هو. تخيل لي انا الصا عنهم كلهم بطريقتي قد يمثل شي من المواضيع اللي مهتم بها الناس. مولاي الحسن مثلا شاب مهتم بالناحيه الثقافيه وحاضر حتى في لاسن ميوزيكال على المستوى الدولي. وقلت قررت انا والله ارتأيت عن وعودي مثل لك الناحيه. اسما كان سفيره نوايا حسنه لليونيسف. ارتأيت انا انها تطرح مشاكل المراه والطفل والمشاكل الاجتماعيه بشكل عام. خالد يالو نائب في الجمعيه الوطنيه عن لائحه وطنيه ارتأيت انا عن وعود هو ولي الله يطرح الجانب السياسي. هذا ارتأيت وانا هما شي من الشباب قرروا انهم قاع يعدلوا حوار مفتوح. ماني لين ندخلهم فيها؟ لا نخليهم هما يتدخلوا انا ماني انا لو كنت انا ندور نقول لهم الاسئله اللي لازم يطرحوا ما نعيط لهم كاع. انا قطع الدل شي ما يفهم الحوارات ونعرف اداره الحوارات ونعرف اعداد المقابله ما نعيط لهم نقعد انا ونردي ونعدل المقابله. فهمت؟ هذه باطيه هي الفكره العامه تقد تعود ضمن نواقص وتقد تعود تحتاج لتحسينات وتقد تعود وطن وفكره خاسره يغلاك لين يشوفوا لين يفوتوا نعدلوا حلقتين والله سلام. إن شاء الله تعالى ضباط هو السياق العام. قضية الانتخابات الرئاسية ياك لا تستضاف المرشح غزواني أنا ماني هو اللي قرر كان المرشحين لهجوا أنا نوجه الدعوات ونفتح الباب لجميع المرشحين ولين تكلموا ذلك المرشحين اللي ظاهر لي عنهم لا هي نعيطوا لهم المرشحين لا نعيطوا لهم كاملين وكلهم ان شاء الله تعالى لين وجهوا دعوات الوحدات المتباركين نعدلوا كالندريه للتسجيل. محمد ولي الشيخ الغزواني رئيس منتهيه ولايته مترشح الرئاسيات وفات طرح ملفه وطبعا تم توجيه له الدعوه وراجن عن وجهي قال ما عندنا فرصه انه يجي. الين يقول انه جاي زين عندنا يقول انه ما هو جاي ما عندنا الا واسو حسب توقعي انا عن يدور يجي. لماذا؟ به اللي هو من نفسه قال عنه المأمورية الجاية اللي هي تعود مأمورية للشباب وبالشباب. رئيس منتهية ولايته مترشح المأمورية جديدة وقال عنها اللي تعود للشباب وبالشباب. إلين يعلم عن خالقة بلاصة فيها الشباب أنا بعد ماني قال إنه يكون يالتو يكون ما هو يالتو يكون عنه دور يجيها. خصوصا إلين يشوف الحلقات ويشوف طريقة التعاطي المرشحين مع الشباب ويشوف عن الهدف منه لأن لان يخلق راي ولا يعودها ماتيها انحياز. مثلا نعطيك مراي العيد لا ينعيطوا له طبيعي ان خالد قال له ما هو لا يعود من الشباب اللي يتكلموا مع العيد. هم شابين قال له ذهب جبريل جاكانا من شباب حزب لي اف بي اللي هو حزب المولود. لي اف بي عاد مع العيد طبيعي ذهب اللي ينعيطوا مع العيد ما لين قعدوا مقابله. برام ولداه العبيد هو محمد والمولود بينهم مشكلة عالقة ما هتسوات طبيعي عن شاب من حزب والمولود إلينا نعيط البرام ما لنا لهن قاعدوه مقابله ونحن نجيب لا شباب ما لنا معدلين لهم إقصاء قرموا اللي ما لنا لهن نجيبوا حد عنده أحكام مسبقة على مرشح ما لنا لهن نجيبوا حد لا هي يدير المرشح نقدو نحن أنا نقدر ندير مرشح بحالة حرجة انا قد الشباب قد يطرحوا عليهم غير ما لا يعود هم شاب معيط له خصيصا معروف في الراي العام عنه يا لا يعود ضد ذاك المرشح. واسماء الشباب اللي حاضره طبيعي عنا نطارحهم على المرشحين يغياين فيهم ما هم مرشح يقول انا ما ندور ذاك وانا ما ندور ذاك يطرح فيتو غير
لا هم اللي نتعاطاو معاهم فيهم رياين بهم اللي هم ونحن هم اللي داعينهم البلاصه اللي لين قاعدون فيها يطرحوا معاهم رياين الشباب اللي لا يحاولون يطرحوا معاهم رياين المواضيع وحتى مده الحلقه هذا كامل بالعالم ضر لين يعود خالق حوار معيط المرشح فيه لا هي ذاك الحوار قد ياثر على على المواطنين طبيعي عن المرشح انه يطلب ضمانات اياك ما يعود وعد فخ ونحن ما نطرحين فخ لحد نوايانا حسنة تجاه جميع المرشحين مهم عندنا لا نعطوا للمرشح فرصة عنه يشرح أفكاره للشباب ونعطوا فرصة للشباب عنه يطرح تساؤلاته على المرشح ماني قايل لكم عن لين يجي مرشح ونعرضوا عليه اسامي يقول له هذاك الشاب انا ما نقد به ولا ندوره غير لين يطرح معلومات ما كانت عندنا تصور مثلا خالد قال له مع العيد نجو نحن والله ده باج بريد جاكنا نجيبوه نقعدوه نقولوا البرام ولا نجيبوه لا يقول لنا هذا خلفيته السياسية شنو لا نقول له شاب من الـ FP مع المولد يقول لنا هذا ما ندور بيقول لنا انا والمولود بيننا مشكله طبيعي عنا نقولوا له وحق هذا ما كنا عالمين به يا غير لا نعدلوا جميع التحقيقات ياك نعودوا ضامنين عن الشباب الثلاثه اللي لا يعودوا قاعدين قدام المرشح ما عندهم اي احكام مسبقه على ذاك المرشح حسب اللي وصلنا في الظرف الحالي من المعلومات انتم تعرفوا كاملين خالدين ثلاث مرشحين كل يوم تطرح دوسيتو مع ان هؤلاء المرشحين عن ملفاتهم اكتملت لو كان ذاك ما يطرحوها اللي هو الرئيس منتهي ولايته محمد الشيخ الغزواني ومحمد الامين المرتجي الوافي اللي هو مرشح للانتخابات الماضيه وترشح اللي للمره ومادي اللي هو رئيس مؤسسه المعارضه ورئيس حزب تواصل ومرشح حزب تواصل للانتخابات الرئاسيه او ثلاثه بعد اكتملوا ملفاتهم وبعد طرحوا حسب اللي بلغنا من الانباء عن خالقين اربع مرشحين اخرين ملفاتهم اما اكتملت اما قاربت على الاكتمال اليوم بروفيسور في كليه الطب في جامعه نواكشوط واخصائي في طب الاعصاب الدكتور اوتوما سوماري واللي هو مرشح يعني قوى التغيير مامادو بوكاربا والعيد المحامي العيد محمد بن مبارك اللي هو مرشح تحالف امل موريتانيا وبرام الداو العبيد اللي هو الزعيم الانعتاقي المعروف اللي الانتخابات الرئاسيات الثنتين الماضيات هو كلهم هو يجي رقم اثنين هؤلاء اربعه هم اللي اثبت عندنا عنهم ملفاتهم اكتملوا الجماعه الاخرى تتفاوت في اكتمال الملفات ومعنى ان نتجه لانتخابات رئاسيه الى ما تخلي هم مازالوا الاربع نهارات الى ما تخلي مفاجاه وازن على هذا المرشحين السبعه يعودوا هم المرشحين النهائيين للانتخابات اللي هو الغزواني والمرتجي الوافي ومادي وتوما ومادو بوكاربا والعيد بيرام لا يستطيع ندخل في السياق لماذا لا قد المترشحين وكيف يجبروا التزكية ولماذا الآخرين ما يجبروا التزكية شوفوا التزكية هون جماعتين هم اللي قدوا يعطوها بين اللي نحن نعرفوا عدد العمد ونعرفوا عدد المرشحين خاطي الأغلبية الرئاسية بهم اللي كاملين قالوا انهم توقيعاتهم دارين تحت تصرف المرشح الغزواني خاطي الأغلبية وحزب تواصل ما فهم حد قد يجبر التزكية واحد شخلق قالت الأغلبية في تسريباتها عنهم دي كريتير انطرحوا إياك يعطاو التزكيات للمرشحين الكريتير شنو هما إما يعود رقاج قط ترشح لانتخابات رئاسية سابقة كي مثلا المرتجي والله كيف بيران وإما يعودوا ترشحوا للانتخابات البرلمانية ونجحوا فيها يعني أعضاء في البرلمان الحالي كيف بيران كيف العيد كيف توادو بوكاربا ومادي هما كانوا يختاروا أوتوما يترشح حسب اللي يقولوا هما عن أوتوما عنه يمثل قومية السونينكي وبما ماتيها اثنين من الحراطين ويالتي عودها ماتية واحد من البولار واحد من السونينكي وعنهم زين فيهم يعود هذا هو الخالق حسب اللي ظاهر لي انا عنهم مشجعين ترشيحه لا ياك يحاولوا يقبلوا شمل الاصوات من بيران به اللي اوتوما كان مقرب حتى من بيران
والعيد اللي متخيل لهم هم اللي عنه قد يقلع الشمل أصوات الحراطين من بيرا معناها حسب اللي ظاهر لي أنا والله أعلم عنها إن كونفيجراسيون إثنيك ياك يعود بيرا وتوما والعيد هم اللي قاعدين يسمي الأصوات مع بيرا من بيرا اللي ما هم حد قادر على المنافسة بشكل جاد للرئيس المنتهي ولايته خاطي بيرا لاعتبارات اوبجيكتيف حتى به اللي فات ترشح مرتين والمرتين اللي ترشح كل مره يجي هو رقم 2 قدو قاعد نقولوا عن 2014 عنه عاونت الظروف به اللي المعارضه بوكوتات غير بعد المره الثانيه الناس فر ترشحت وجا فوق سيدي محمد الوكر اللي معاه ياسر من القوى التقليديه ومعاه ياسر من قوى المال ومعاه تواصل ورغم ذلك جا هو فوق هو اللي بعد ظاهر لي انا شخلق كانوا حاسبين عن الكريتير اللي داروا لا هي تخطى غزواني طبعا يجبر التزكية مرتج الوافي يجبرها به اللي لا يعطوها له به اللي قطع ترشح مادي ما هو قاعد مسوي معناها مادي هم ما يخلوا عنه مادو بوكاربا والعيد وبيرام لا هي يجبروا تزكياتهم بهم اللي برلمانية بقات مشكلة أوتوما كانوا تاكلين أوتوما على التواصل قام التواصل وسوف لتهم وقالت اللي يترشح مادي أربى كذلك حسابات الأغلبية عاد فرض عليهم عنهم يرشحوا أوتوما ياك ما تعود قومية السونين كتم ما عندها مرشح وتم إقصاء مرشحة يغير عادوا مرشحينه خارج القاعدة اللي فاتوا طرحوا وهذا عاد مات لعادل خصوصا بالنسبة للمرشحين اللي مثلوا فئات عريضة من الشباب والله بعد عن شمن الشباب شايفين ذاته وذو بالنسبة لي أنا بعد شخصين ثلاثة أحمل صنبة ونورديون محمد وأحمل لارون والشخصي دي لماذا تعطي التزكية لأوتوما مثلا ما أعطيتها لأحمل لارون ولا أعطيتها لأحمل صنبة ولا أعطيتها لنورديون عذاك عاد لغز وخسرت عليهم ورقلة حسب اللي وقالوا لك وعات الناس تقول تواصل خسر رقلة الأغلبية يا جماعة الخير يا الناس المتعدلين يا العيل تواصل حزب من المعارضة شغلته عنه يربك حسابات الأغلبية ما عليه عنه يعدل الغاية الأغلبية فعلا اللي كان تواصل رشح وتوما يجي يعود لكالك اللي طرحت الأغلبية شيء يابس والغزواني والمرتجي وتوما وأمد بوكاربا والعيد وبيرا وعودوا ترشحوا يعودوا ملي هذا جي يابس ترشحوا كوريين وحرطانيين وبيضانيين وعود العيد هو ويعود العيد هو وأوتوما لا هي يقلعوش من أصوات بيرام وعود بيرام يقل هذا خسر هذه رجلة خسرت حسب اللي ظاهر ليانا والمردة ما تلات المردة ما زالت قد تلافة هو يدار كاتيها حتى اللي افترضنا جدلا عن جميع المرشحين اللي كلهم قط دار على صافحته عنه مترشح هذه ذلك الجماعة لليلة ما تتخطى 15 مرشح احنا قاعد باش صارنا لا خلينا 15 مرشح تترشح انتخابات 2007 اللي هي بشهادة الجميع في الداخل وفي الخارج هي اكثر انتخابات في تاريخ موريتاني نزاهة واكثر انتخابات شفافية ذيك الانتخابات كانت مترشح لها 19 مرشح وذيك الانتخابات تمت بإدارة مباشرة من وزير الداخلية الحالي وزير الداخلية الحالي هو اللي أشرف على إدارة انتخابات 2007 مخرجاته ونتائجه حازت على رضا جميع المشاركين في اللعبة الديمقراطية وحازت على إعجاب العالم أجمع حاج اللي جانا هون نيغرو بونتي اللي هو ذيك الساعة عندي عنه نائب وزير الخارجية الأمريكي وأشاد بها العالم كامل وجاه العالم وجاه الوزراء وجاه الملوك وجاه الرؤساء والمشرف عليها بشكل مباشر محمد أحمد ومحمد لم وزير الداخلية الحالي معناها أنه من بين 2007 إلى 2024 هذا الراجل راكم تجربة إدارية عظيمة فريدة من نوعها إلين قد بذوك الظروف ينظم انتخابات مع أنه في هاي الظروف قد ينظمها بشكل أبسط من هي إن في آكاتر عليها 19 والله 20 مرشح وإرن واحدة
ولاهي يدير عليها الباب ويديروها. هذا بسيط، نحن نطور امورنا والامور عاد تبسط والوسائل عاد زين. باش صاركم قاعدتكم خسرت، وتوما ترشح الشباب اللي عندهم فئات عريضه في المجتمع معاهم، وللامانه تعرفون انتم عن طريق وسائل المخابرات، ونعرفون احنا اللي مراقبين الوضع اليوم. قلت لكم اساسا عندي انا بعد حمل صنبه ونور الدين محمد وحمل هارون للشخصيه، هذو يستحقوا عنهم يعودوا من بين المشاركين. والاخرين بها اللي هي القاعده ما تتخالق، ولا اللي ترشح تقول له هاك التزكيه. انتم القاعده اللي كنتوا دايرين عن حد قط ترشح يعطى له التزكيه، وحد ترشح للانتخابات البرلمانية ونجح بشرط نعود ينجح تعطى للتزكية. هذه الشروط متوفرين في 6 من جميع المترشحين وجبروا التزكية. هذا السابع اللي لا يديره، وأنا أخويا وصاحبي يا غير دياره كمرشح، ظلم لنور الدين وظلم لأحمد صنب وظلم لأحمد هارون الشخصي ديال. خلوهم فور يترشح، خلوهم كاملين يترشحوا، يترشحوا فور باش صارتكم. ما نحول بيني معه. هذا بعد هو اللي ظهر اليوم، والله اعلم. اللي انت تعودوا قايلين ان جينا على قدر من هذه المواضيع. نختار كنت نطلع شو من طلع من الشباب قاع. قلت الحظ له بد وينك؟ الله انشو لا تقطعوا شو الحظ مع البث ابو يا ولا لا 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 كان يلطي يطلع معي والله شوفوا توم الشباب اللي طالع ب يعني نطلع الشباب حسب شباب. انا ما نبغي نطلع حد ما هو داير صورته، هذو الواقج اللي ما نعرف شنو حد اللي يدير صورته على بروفيل ويتابع الصفحه، يعني يقعد معك متابع الصفحه ولا داير صوره، والله داير صوره صدراي. تفضل. محمد سعيد ولا مرسين نبغي نعيط لك غير ما محمد سعيد عمر سين انا نبغي نطلعك غير وهاي مشي لي ان دوموند سعيد سعيد مرسين اوكي هذا ما شفته. ما شفته.
السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ حسن، الصوت مو مسموع عندكم، أنا سامعكم. صوت سيبو مسموع لك. لا والله مسموع، شو ما سيني أقلي بس. ما شاء الله أستاذ أحمد، افتح كاميرا لو سمحت. حياك الله أخواني، مشغول شوي. ولك تقبل ما تعين. الخلق اللي لا ترى مرصفين الحيط ونشتغل، ورك لا ديني السماعة و... أنت في منين غارك؟ أنا في أمريكا. إيه غير في منين؟ في نيويورك. في منين؟ في نيويورك. نيويورك. فيها من منين؟ في مانهاتن. في مانهاتن. والله. تفضل. أستاذ حسن، إحنا لا عندنا مشاركة حول صفة عامة. أختار نقول لك أعلن نظام محمد الشيخ الغزواني. أكبر المشاكل اللي نعانوا منها نحن كشباب، والله أنا قاعد شخصياً، هو أعلن صوت معارض مات له خالد الحسن. هذا النظام الصحافة وقتل المعارضة، ومع هذا الشعب خالي وذاري ولا فهم حد مسموع صوته. حني شوي. محمد سعيد اقفل مايك. في مايك. أوكي. في مايك لين يوفى المتداخل. مرسي. تفضل استاذ احمد. اعلن ما فهم حد متكلم باسم الشباب، ولا متكلم باسم الفقراء، ولا متكلم باسم شيء، والناس كامله مواليه، والناس كامله تعيط. كافيك عنا، انا عاد داخلني الشك من هذه موريتانيا اللي عايش فيها للصحافه، وعايشين فيها للمدونين، وعايش فيها ذا الخرط. انا باحرد ايش هو. يا اخي ما فهم حد يتكلم بصوت حق، ولا فهم حد يقول الحقيقه، ومع هذا الشعب كاتل الويل، وكاتل الجفاف، والاسعار قايسه السماء. الحسن نحن من شان نشتغل وندخل الفضاء الا ما انا قاعدين نصير على اهالينا كارين، والصوائر قيس اسم السابعه، وقل من 10000 عن جي اسره تتالف من ثلث الواقيش لقل من 10000 والله 9000 يوميا ما تصير. ومع هذا انا نختار ركز على نقطه اعلان الصوت المخالف مات له خالق. الصوت المعارض والله الشخص اللي يتكلم باسم الفقراء واسم المطحونين مات له خالق. وهذه نقطه ضيعه للرئيس، ويلا يتواصل مع الشعب ويخلي يقلع النقطة، يعني يخلي الواصل بينه والشعب، ما يجير بينه وشي من الصفاقة وشي من اللحلاحة. ضيعونا ولا تسمع صوتنا، ولا تسمع الخلطة ينكتل هوب وينكتل إله، وكاتل وجوع اللي ما مات الحدود يكتل وجوع والويل. أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، الفكرة فهمتها هنا. عن الفعل المعارض عنه إما قتل نغرج له والله زاد انتحر مات له خالق. الفعل المعارض ذكرتك فهمته يغشنه حسب رأيك انت التوصيات اللي تعطي انت للرئيس اياك يبعث الفعل المعارض من جديد. شوف انا الرئيس مات لي معلق عليه اي امل، مع كامل الاحترام، لكن انت كأنك موالي وشبه على راحتك. أنا الرئيس ماني معلق عليه أي أمال، والرئيس طلقت من نهائيا، وراني لك دعمته في الانتخابات الماضية، وزرت وعدلت المبادرات على حسن النية، على أساس أنه لا يخلق فينا تغيير، ويخلق سياسة غير السياسة اللي كانت علينا، يا غير في روح الأمل نهائيا، واللي قط عدلت المبادرات خليته ووفيته وقتلته ولا تلخالك شيء، يعني ماتت الراعي في أمل قدام في نهاية النفق، ما فهم الله ولا فهم شيء يسوى شنو هو. ذا الرئيس طالبين منه يخلي الشباب التاليين اللي ترشحوا، نور الجين، احمد هارون، يخلي الشباب يترشحوا، كان يعطي الله تخلق انتخابات نزيهه، كان يعطي الله ان يخلق التغيير. قول لي استاذ سيد احمد، انت متخيل لك عن انتم هم احمد صنعت نطرح لك سؤال والتابع، نور الدين مثلا واحمد هارون قايل انت عن تم اقصائهم به اللي الرئيس خايف منهم. نو شت هما هو قاع حسب رأي على إنه كان يلا يتحدوا مع بيرام ويتحدوا معارضة ومر مرشح واحد، فهمت؟ يا غير ملي ترشح نور الدين إلا من نفسنا إحنا، إلا اللي يردوا فيه نفسته نعرفوا عنه ما ولي ينجح، أنا متأكد عنه ما ولي ينجح، يا غير بعد يرد لنا نفس، فهمت؟ نعود الرعو فرقاش بعد فيه أمل يسوى بصيص أمل شنو الرعو فيه مرشح. يا أخي ضيعتنا هذه الحكومة التقليدية، وضيعنا هذا اللوج الكارد موريتاني، وهذه المشايخ القبلية صراحة. أنا أعرف أنا عندي شوي فقر في الكلمات، ماني كلام حتى. لا 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 لا، فكرتك واضحة تبارك الله. غير أنا قابلني لقبة، أولا يا كانك غارك مسجل في شيء من ذي اللوائح، يا كانك ليتصوت للانتخابات الجايين بيا لنيويورك وازن علي يفتح فيها مكتب، وإذا كانت الإجابة بنعم من ليتصوت المن، والله كنت تبغي تصوت المن. أنا إن شاء الله تعالى دور السجل.
خيارات لا لهم، خلاه نور الدين والله احمد هارون يترشح لينزرق الواحد، ما خلاه يترشح لينزرق البيران ازرق البيران، القبع. واضح، هذا هم خيارات يعني. واضح واضح جدا. اوكي وقول لي حنيني سابقنا طلسك، اعطيني توقعاتك عن نتائج الانتخابات الرئاسيه وابريل، هنا خليك ترجع ان شاء الله. لا ينجح، لا ينجح حمد الغزواني. كم 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 ينجح بريمير تور كيف الماضي، ينجح سيكندي سيكند تروا فرصان من لاي جوره؟ بالله جوره، بالله جوره، اللي جوره بيرام، لا بيرام طبعا، لا بيرام. ايوا سي بون، ايوا يعطيك الله، نطول فرصه لحد اخر يعطينا زاد وتحليله. كلمه استاذ حسن، راني شاكرك على المنبر اللي اعطيتنا والفرصه اللي تحت لنا، خويا نردوا فيها الفيس شوي. نحن البال المدونين ولا عندنا طريقه لا يوصل بها الصوت، اين نعلقوا الرقاج من حرين ويبلوكينا كاع وتنقطع عن الاخبار اللي تنجبروا. الله يجازيك بخير ان شاء الله. انا كاع ما انا ما نبلوكي غير بعد، لا نعطيك نصيحه من الشباب اللي يبلوكو. تعود تعرف ان الرقاج في الحموضه، لا تم تحاشى التعليق لتو. تعلقني ما هي ما تعلق، لا قطع. وانا بعد دراني الاسم البطو اللي انت تطلع المره الجايه ان شاء الله، راجل للفرصه تجدد. استاذ حسن نعم، راني مش عندك رساله الحافظ اللي بتعطيه الاسم يقرا عني بلوك، قطع علقت له اصلا بلوك يعني. مش من انا كنت بس مباشر نعدل نوايا، نعدل وساطه. المره الماضيه توسط في السلطان البان يقلع بلوك عن البسطامي وعدلها، وذاك راني متوسط الحظ يدورشني راكبي اللي ملاين عدل معاه. ضبط لي السي محمد سيد احمد قال يقول لي اقلع عن بلوك. احمد سيد احمد من منهاتن، احمد سيد احمد من منهاتن والله. في ذاك الله يحفظك، الله يخليك، خير تبيك خير تبيك مرحبتي بك اهلا. قلع قلع حياك الله حسن، شحالك لاباس؟ شحالك يا قلبان؟ راني محييك. اهلا بك. ومحيي. عندك كم سنه؟ انا دور عود فن 90 كان تقريبا. تسجل على اللوائح الانتخابيه؟ سجل قبل. حاك. من قلت لك المره الفايته. مصوت بعد، مصوت بعد المره الفايته. انا قط للامانه، قط للامانه قطيت اقصد كارفور اللي عند بيج ماركت، يعني عندك درت فيرد فيرد زير من ديك الساعه، عندك لي زيليفون منقزهم ديك الساعه انت مترشح. ولا زيليفون لي زانفا، لي زانفا هو و واسمه تابع تابع و وذاك ذاك زمن انت مترشح وتو صادم دابا مو سالم من اول دازر القايله ولي زالي فاهم الحمله حق حق الحمله ديك الساعه انت لا سالم من شويه قلت لك بضل رقمي بضل رقمي وتخطى ديك الساعه فير وجيت خضار. وانا من المتابعين الكبار معجب بيك حتى. قول لي صوت لمن؟ انا صوت لا لك انت؟ ميرسي. وقول لي اعطيني فكره بالعجله عن قراءتك للانتخابات الرئاسيه الجايه، وحبذا تقول لي انت لاهي تصوت لمن، وقول لي شنو توقعاتك في النتيجه النهائيه. توقعاتي عن النتيجه الجايه اللي تود فوق ابدا من البدايه، اعطيني بعد كاع توقعات الانتخابات. شنو اختار اقتصر بي للحافظ كان معاد الله يظهرك وضروري ذاك ينتظرك تحت. انت والحافظ بالنسبه لي سياني انت عندك. ايوه زين ايوه زين. قراءه الانتخابات لا كيف الانتخابات اللي يخلقوا دائما. ما نقع عنهم تغير قبال قبال، ربما تودي احسن شوي ذي المره بيدي هم وجوه جدد لا اسمح لهم الحظ يترشحوا. من الدين العيد وحمل هارون فبداوا شباب ما خاسر اللي يمشي وعندهم الحق يترشحوا ونسبه النجاح ليت عود فوق الماضي. نسبة خالق هي 60% والله 57% والله 58% متأكد من الدور تاع تخليك ولا الغزواني حق بعد الغزواني. وديزيم هم احتمال يعود العيد اللي ترشح، ديزيم احتمال قوي يعود العيد المرة هذو ديزيم العيد العيد هاي لا حسب قراءتي انا طبعا طبعا. وتروازيم يجي بيرام مخطط سنة اخرى ما عباس الا اللي يسافروا يقعد قيسوني انا شهر كوناكري حق بعد وقت انك بعد ما تستحق تقيس كوناكري للامانه قاع ترشحك للنائب قاع انا اكسام ما زيانت عندي
باللي شكلك انت يلا يعود وزير. فهمت؟ شوف خلينا 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 في الموضوع. انا ما قلت نعود وزير ترى عني الموضوع يا خالد وزير لين دار وزير نهار الاول اللي يعني تضايق مع وزير اخر من الصراحه. حسن خلي شوي نوقف الموضوع. شفت انا من الناس اللي قيور على الدوله فهمت ومتالم حتى مألم الوطن باللي نحن ما شاء الله نحن نتابعوا شبكه التواصل ما قصرنا يقين نشوف العالم نعرف العالم نعرف تطورنا في العالم. لماذا نحن يلا تطورنا انا مطورين بعد قال انا رقم واحد عندي الجيش ذني قالوا الامن اهم عندي من الوكيل وشراب وتعب الامن والدوله يلا يتم كل شهر معاد الاكتتاب جديد خاص اللي قالوا جيش يديروا فيه نسبه الميزانيه نسبه 90% يديروا له جيش ومعدات انا بعد هم عند الجيش كذا من كل شيء معدات محترم رايك محترم. معدات الجيش وامور الجيش كامله تعود 200% والحدود وكل شيء شوي نوح لو سمحت اقطع مايكك اللي نوفه من الحوار مع ضيف. تفضل. الجيش بعد قال الامن الخارجي والاساسي عندنا يتربوا الامن الداخلي واقفوا تصغير والمدن كامله يصغيرين معنا شيء بسيط من الامن قد يامنوا فهمت. اللي احنا ما عندنا مناطق كبيره نواكشوط تصغير خلال فرام 8 اللي قصدنا به كامل فهمت. الامن بعد قاع هو الاساسي بين احنا عندنا هون الناس اللي تجي مسافره من مرقب وتشوف اللي يخلق هناك ما هو فهمت والله تشوفه مكتوب. ثانيا طالب من رئيس الجمهوريه يعني ينجح في المأمورية يعدل تعديل شوي اذا قال الوزير الاول قاع يقلعه نهائيا ود مو خالي المنصب يلغيه ما تدخل ويلقي النواب سمعت اللي قالوا لي النواب هم اول حد يصفر عليهم ما عنده ترى عامل لك بعد انت اللي انا هذا رايك وانت حر تقول هو شو يعود هو الرئيس هو الوزير الاول ودروا الغره ايران دوله هو ويعود بين معها مواصلات حتى قاعد يتم يده بلاسي كل اسبوع من عند اسبوع بين مع اسبوعين ديماس يبدا للوزاره يوميا يدهم جلسه وزاره محدد ونعرف الاخرين هو من راسه يزور الوزاره كل وزاره يزورها وكل مؤسسه يزورها يزور التعليم ويزور الاطباء فهمت. انا هاول المسائل انا هم عندي مشي الامن والتعليم والصحه والتعيينات مدن اختار نشوف وجه جدد من مثالك انت فهمت. هاي الشباب ما شاء الله اللي قرات في الخارج اللي تعرف اللي ما قدود حد قراي قرا ما قط سافر ولا قط سكن في الخارج ولا عنده رؤيه هو ياس من الناس ولد واحده قرا دكتور قرا ما عنده رؤيه فهمت. غير انا متابعك انت ما شاء الله انت من الشباب اللي عايز نعطيك رؤيه لا نقول لك روايه. شفت في نهارات جيت لمركز احصاء الاقصاء لين عدل ضغط الطفيله ودائما المراكز الاحصاء اللي نجي والله بعض الحال المدنيه نلحق الضيقات وذنو جيت اعجبتني الانسيابيه ولا نقول لك لماذا من ادم المدير اللي فماتي ولا انا اعرفه ما شارك بشي ولا صاحبي ولا بين شيء حتى الروايتين بعد قاع قلل بهم الضغط على السنتر عند البدايه لين تدخل جي اغوش بيت للمستخرجات ليزكستري هم اللي كانوا مطاطن فيه ادروات بيت اخر للناس اللي جايه تلو الكاردانيتات والباسبورات فاتو فا يسحبوه تجي داخل المبنى الاساسي ترى اول حد تشوفه منهم المدير سبحان الله بيروحوا داروا القدامين ساكن مناقشه حق الله وجهتك قيس سنتر الحياه المدنيه اللي صار تجي انا وحدك تجي ماتيا البيروهات الحالة المدنية نجبر المديرين يتعاصوا عليهم الخلق وهم واحد من القرض وحوز وقوم وذا النوع هو بعد قاع هو شفت البيوت اللي مفرقين فيه البيروهات مفرقين فيه فيها السكرتيرات والمسؤولين والمستشارين وذا النوع هو التحليف بل القردات صح ديروا بيرو داروا داروا عليه صحيح شفت الين يعود المدير اسمح لي استاذ موفق الين يعود المدير هو ينجباره مولي ما يلود له حد بيلي ومولي عدلك رواية ما عندك فيها الحق حاقبة وسط ما يخالقه ورواية عندك فيها الحق ما هم قرر هذيك ما تروح وتكبرها ذو عاد هو في المبدية الضغط أقل عليه من المديرين اللي سابقوا اللي كانوا وراء الأبواب هاي الفكرة جاتني اللي قلت انت ذكرتك اللي مقدعة
على الرئيس لين يعود هو هو المسؤول الاول، يتم قاع كل نهار ولا كل اسبوع قاعد في وزاره. يصيد الوزاره ايران دول ما هم حاجز اسمع والعود كل وزير خايف كل اسبوع يا رئيس قد يطيح لاي وقت. هاي قضيه صاحب الاحصاء شفته في سيزم، قضيه سيزم صار عندي المشكله باسمي شوي. طيب تقريبا 15 سنه كل اسبوع يجي مرتين الله ثلاثه. في فم مدير احصاء شكله ما كنت شاكعني في التاريخ موريتاني نشوف حد نبته. بيرو مفتوح هو الاول كما قلت لي في سيزم الله سيكي ما يخبر بدي حد. اول حد جاي يسبق فيه ونين يجي حد مشكلته صعيبه شوي يكتب له يشرح له مشكلته كل اسبوع الجاي نجي لا جلسة سكرتيري يردوك اقرا لي انا الكو جيني مباشره لا يقرا لي الكو ثم يقول لك عاد السكرتير يقول لك اقرا اقول الكو والله كذا يدخلوا جاي ذاك منادم ما قاط سيف شكله موريتا ذاك الراجل مدير احصان خاطر الاكثر الين جيته وطرحت عليه الحاله اللي جاي بتني وحاله معقده شوي ما حلها لي يغير يشرح لي لماذا ما قد يحلها اعطاني الحل وقال لي الاداره اللي ياتنجسك تنحل المرده اقبع هون وصول صو الاداره فيش من مداره ما شاء الله اشتغلوا فيش من مداره اشتغلوا ندور ونحن احنا انا بعد بالنسبه لي انا ما طالب شان طالب شدات وموريتان دوله تفخر وتروف عندنا امن حقيقي ما عنده خبز بروسله عندنا صحه حقيقيه وعندنا تعليم حقيقي وكل شيء عندنا يعود 100% فهمت يعود عندنا وزاره حقيقي يشتغل ذري المواطن اللي عدل واحد الدار ويجي يعدلها شغلته في اللي المواطن هو الدار فهمت انا اقول لك بعدين اقول لك روايه عن فخرني عن موريتانيا عن هذه الشاب كيف تاك انت افكاره ما شاء الله واضحه والله يعزم وطرح سليم وعنده افكار مبدعه الله يجزاك والله انا بعد طالب اللعبه وطالب مولي هم نقطة شوي نختم بيها والله أمن الرئيس وفد اسمه حراس الرئيس رئيس نيود مدفر شفت حراس ما ذاك عندهم هم شيء مو زين رئيس على يود مدفر راسي بيقول لي هذا هو أكبر حد في الدولة ورئيس ولو بسيط معناه يلا يود أمن الرئيس مشدد يلا تود هم الجيش وهم قدامه مسلح وراه مسلح وزروته مسلحة معود رجال يلا لازم واقف قد الدفع حد ينطر معي وقت الله يزرقهم بحجرة إذا منظر رئيس سفر وده بلاس ما هو ده منظر يفلم يشوفه العالم كامل فهم معناه نحن يلا يود كل شيء عندنا 100% طالبين مأمورية جاية إن شاء الله نيجي وتبى الانتخابات أول حد لي يعين شو مجلس وزراء حسن لباس إن شاء الله لا توحني خليك لي هدعتك لله هو اللي محيي صاحبة روسيا لا تحد اسمي روسيا سمعت ياسر أنا متضامن معي لا تحد اسمي روسيا روسيا كانوا كنت في مكان سامي إن شاء الله تعالى حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا شوف أخي الغالي أراني أولا شاكرك عليه الشكل المتحضر اللي دخلت به البث اللي بعد قاعد زيد داخل ودرت قفلت ميكرو هاكي لانه فهمنا الطفل اللي كان سابقا شكرا الله يجازيك بالاحسن ان شاء الله تفضل استاذ محمد الامين انا اسمي لي عره هو لان بعد قاعد براسي انا اسمي محمد الامين ولا حبيب طالب جامعي السنه الاولى من طلاب والله من طلاب الدكتور نور الدين وخير خير بكم وخير بيك انت واخيف به هو قول لي انت كنت حملته والله ما الله انا ما كنت انا قاعد ما كنت داخل امور السياسه قد لا توفى قنعني توفى قنعني مشروع اللي هامه واقتنعت بيه سام قاعد حمله في الجامعه والله ما الله ما قط شد لنا خبرها ايش نشد قلوبي ايوه تعب وكنت سابقي يعني انت رشح كنت عن اليه صوت لترشح العيد غير بما انه هو اعلن ترشحه قنعني بذا والزملاء كاملين اقتنعوا به وقال عن اللي صوت شنو هذا في حالته قاعد ترشح لما ذاك اللي يصد ان شاء الله هو العيد وقول لي من رايك عندك توقع عن النتائج اللي جايه استاك اللي نقول لك تبارك الله شفت الدكتور نور الدين داخل بقوه داخل بقوه الميدان والسبب اللي ما يزكى والله ما بين يزكوه يعرق له لا خايفينه يحرجهم والغزواني باختصار ما عنده شعبية كل انتجار ناس غزواني ما مصوت له حد بذل الفساد اللي خلق والقبيلة اللي عاتية أكبر من الجيش ما تلقالك المؤسسة العسكرية عاد فاسدة كامل كاردين وشو من الرجالة بخصرين ذا كامل يغير نين يجي شاب طموح وقاري ومثقف
وكي صندري دو فترة من الزمن ما يعرف قاعد شنو. أبغى رأي أنا الشخصي قعد موقف. لا لا واضح واضح فكرتك وصلت وهذا رأيك وأنت حر فيه وعندك الحق تعبر عنه. وعندي ملي نقطة فمن اختير نوصلها. الله يتفضل. عن أي رجال يشتغل في الدولة. ذاك المنصب ما هو ملكه هو يقد يجري أي رجال آخر. وما تجور فما تيال لأن خدمة المواطن والشرطي ما يعديه يبط المواطن. الشرطي يرتع ويحمي المواطن. وحد معدل الوقف السلمية مخول هذا الدستور الموريساني. أنا قد يعدل أي وقف بقاه ما يجي شرطي يبط شمنا خصوصاً قاعد أطباء وارك الشرطي يمرض والله شريك يسطر يعني يعود يبط الأطباء ما تحد يداوي صحيح صحيح الشرطة مولي عندهم مولي عقلية خامرة لا يجيك واحد بالعنف يجي يبطك البط يا أخي صحيح ناس تقدمت عنه يا مس كنت في ندوة ما هو قطعا بكلامك أستاذي كنت في ندوة قلت لهم عني ناصح الشرطة بما ان ركاتيا كلاس ما هنا زين بحريه الصحافه في العالم قلت لهم عني ناصح الشرطه عنهم لا تاو يبطوا الصحافه ولا تاو قاعد يبطوا حد غريلين يقدروا يعودوا يتواكلوا ما يقدروا يحكموا رصهم على الاقل يبطوهم ما هم قدام الكاميرات بلي هذا كارثه كارثه اللي عدل كارثه نهائيه ما يصح الله يحفظك بدعتك الليل عدت عندك اضافه تفضل عندي مولي ما أخيراً أختار نقولها فضلت أختار مولي نقول عن هاو البلديات تموا مولي زادهم يعدوا شغلتهم هاو الشوارع عمو السخين والدنيا متخرمزة ما تجي لبلاص ما ولا كياس ينتخل موريتان إلو الساحة ما تشوف لا كلهم يعود البلدية كلها يترشح ويقول لي هين عدلوا لي كذا لي كذا ما يطرشي حالي يتم الله بحالته ولو الساحة بكل أرض زين في السابق زين مرسي بوكو الله يحفظك مرحبا استاذ اخيرا الفقيه والاستاذ المبجل استاذ نوح انا حاولت مرات نطلعك واعتذر شد الاعتذار عن تاخر عادي اضافتك لهذا البث مرحبا بك وسهلا مرحبتي تفضل اولا انا مشرف على اني الليله معك هذا البث المباشر وشرح قضايا مهمه جدا للراي العام وموريتاني كي تعرف في ياسم العافي وفي ياسر من السكينة وفي ياسر من على الأقل ما يتخبزك ما متخبز ياسر من جيران هو هلها ودولها واحدين تتخبز ودولها واحدين تتدايق ودولها واحدين تكرد السلاح لأخوته إله وإله وفي حد ذات اللي نحن فيه الآن من السكينة وذل فيه الآن من الحمد لله كله قد يرقد وكلهم على الأقل اللي قد يغفر فيه عليهم داره أنا هيك الأمور الأخرى اللي تجي لا إرادية إجماع من اللصوص غير على مدة والله هذا ينقال له النادر والنادر لا عبرة به قال على العموم ما فهم حد ما فهم إجماع فهم مخلع الليلة بايت الليلة مخلع على جاية إجماع أخرى والله كذا والله كذا هذا بحد ذاته مياقنا نهمنه ومياقنا نعود ونعرفه على السباق مياه تعود إيجابي هذا كامل أولاد موريتاني هذا فرق أولاد موريتاني يسوى اللي سترشح ويسوى اللي ما ترشح ويسوى اللي منعوا القانون والله منعتوا بعض الإجراءات اللي لا بد منها من 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 يترشح يقال بعد يتم كاملين أولاد موريتاني مختلف شرائح وهذه الانتخابات غيرها من الانتخابات الشعب مازال لا الشعب كي تعرف من عهد معاوية إلى اليوم ما زال لا الشعب شعب مسالم شعب يدور العافية شعب يدور السكينة شعب ما عنده شيء للتشريد والتشرد كافي من التشريد اللي واقع لأولاده ماشي من يبحثوا عن لقمة عيش حلال حلال عليهم يمشوا اللي بقى حلال عليه كله يخرصوا أموره لهم واحدين أمورهم طيبة في البلد وهم واحدين هم اللي يمثلوا البلد أي رقاش خال البلد ما يتم يعيب البلد وما هو حل الحل ما هو عيب البلد للناس الأخرى وإنما الحل فقط على أنك تذكر محاسن بلدك وعلى أنك كذلك هم اللي ما تعدى بلدك أنت أجنبي عليه أنت في النهاية ما عندك من الباسبور موريتاني ولا عاد عندك باسبور أخر طاري لك أي وقت قد ينقلع منك يقال عندك من الجوازات اليوم جواز واحد جواز موريتاني وأظن أعلن فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني راجل عافي راجل عافي هو كشخص بغض النظر عن حكومته بغض
بغض النظر عن ذاك اللي يحيط به من الناس، هو كشخص راجل عافية، ولا يلقى حد ما عرف انه راجل عافية ويدور العافية المريتان والمورية الأولى كي تعرف 5 سنوات جات فيها ياسر من الأمور اللي تمنع من ياسر من الأمور، جاء فيها الكوفيد اللي ضيعها الأموال وخلاهم رمادا وخلاهم فقراء. ما قطعان في كلامك أستاذ نور، كوفيد نحن كان في مصلحتنا به اللي جبرنا من المساعدات زمن كوفيد، ما جبروا حد آخر. صحيح. كوفيد نحن ما ضرنا، نحن نفعنا. يقر ورنا مولي ورنا من ناحية ياسر من الأمور ورنا لا توقف فينا ياسر من الأمور، توقفت فينا الحركة. الشعب خاف وخلع جتم كغيره من الشعوب كاملة، جتمت هذا بحد ذاته إضراب ضرت ياسر من المؤسسات الدولة. فهم صندوق الكورونا، لكن احنا ما نسول عنه، سول عنه وزارة الصحة وسول عنه كل هذا نبوع لجنبه. يقر من ناحية هو ضر الدول اللي أعظم من نحن وأكثر أموال، ناهيك عن نحن مجتمع فقير، مجتمع ضعيف، مجتمع ما عنده فكرة العمل اليدوي، عنده فكرة يقال اتكال، مجتمع متكل. أنا راك متكل على أبويا وأنت متكل على حد آخر في الدولة وكلها طارح راس ومتمونك متكل على حد آخر. ما تعطينا الفكرة عن ندخل سوق العمل، ما تعطينا الفكرة عن نعود وقافة، ما تعطينا الفكرة عن نعود من أهل الزراعة، لا الشعب متكل. والعيب فينا احنا، نحن ذو الاعمال اللي نعدلوا في امريكا ونعدلوا في اوروبا ما نعدلوا في بلدنا بها اللي كبار خلاص هوك. على كل لو ادري لرقاش مثلا يصق الوتات كل يوم يراخ 500 وتي راه من 500 لا يجي في النهار 50 وتا 500 ضرب 50 كم يا سلم الفضل 50000 50000 ضربها في الشهر هذا لا 25000 حق يا سلم الفضل يا سلم الفضل لا صق الوتا يا سلم الفضل. نحن مجتمع غني، قول لي أستاذنا 200,000 أنت وزوجتك أجلكم الله حفظكم الله 200,000 عيشتك ياسر من الزمن موريتان لا 200,000 2000 هون ما هي معيشتك نهارين صح. نهارين ما هي معيشتك لا في أوروبا ولا في الخليج. أستاذ نور نختارك تقول لي سؤال طرحته على الجميع ونختارك تقول نطرحه لك أنت طبعا أنت حر في الإجابة عليه. نختارك تقول لي السؤال الأول من رأيك أنك بتفكرت في المرشح اللي يتزرق له، والسؤال الثاني شنو توقعاتك في نتائج الانتخابات الرئاسية؟ بالنسبة لي أنا شخصيا هذا المرشحين الفاتوا أعلنوا عن ترشحهم كاملين الراعي فيهم ومادة طيبة ومن أولاد موريتان قلت لك. يقال أنا شخصيا ولاني شاحدها ورانا في سابق المحنة اللي دخلت مثلا قد ذاك السنة الماضية أنا كنت رئيس اللجنة الشبابية في نقل مقاطعة طينطان حزب الإنصاف قد ضرك السنة الماضية حملة النواب. أنا طبعاً مع حزب مع فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزوان مع شخص حلي أخوي اقطع ميكرو لينيو في الفقيم مكلام. أنا شخصياً مع رئيس الجمهورية أنا ما نعارض الأنظمة، أنا كإنسان ما نعارض أصلاً الأنظمة لا لكن حد جمولة عافية ويدور الفكرة وصلت. انت ليه تصوت لرئيس صوت لمحمد الشيخ غزواني وحد مردي كامل شاف مرشحين اليوم يعرف عين ما واضح واضح اخبر في الدولة قول لي وشني توقعاتك طبيعي اللي انت صوت له عنك تعود انت متوقع انه هو ولا ينجح. توقعاتي عن فخامة الرئيس لا هي يجبر 54% فوقها ومن تالبو تالبو بيرام الذهبي زين اوكي تالب ياكل واضح الله يحفظك يا نفس البوك وسلم عليك وسلم على جمهورك الكريم الله يحفظك ايوه شكرا على وقتك مرحبا بك الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله تفضل اخي الغالي. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الكاميرا انا فيديو مظلمه شوي صم لك والله لا قاضي تصون لك ايوه زين تفضل حياك الله وين شاكرك انت مرحبا بك وحقيقة شاب محبك لله الله يكرمك وحقيقة ما معروف فيك ما هو النضال المحترم والمسؤول جزاك الله خير تفضل شنو توقعاتك عن الانتخابات اللي جايه؟ انا توقعاتي انا المتكلم انا بعد قال لي محفوظ دعم المرشح برام الذهبي وتوقعاتي باذن الله تعالى سألني الله قاعد توفيق والنجاح غير لا بشرط عود هم
انتخابات تتعرف موريتان تعرف الانتخابات الماضية وعدل كامل وظلم تشيه الناس كامل وخلى الضع كامل وتوقعين إن شاء الله لن نجاح يعود نمور راشد قدام مرشحنا إن شاء الله مرشحنا إن شاء الله تعالى ناشر ولا يسقوه معنا ويخلوا عنا الظلم إن شاء الله. انت منين؟ انا بين بين خارشوي ونواكشوط ضواحي تنويشي تنويش تقريبا ومسجل والله والله مسجل لا حتى خابي والله ما والله الله يحفظك مرسي مسجل ونواكشوط مسجل ونواكشوط مرسي مدرسه الطارق واضح 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 وصوتي لان تخلاك في شيء ما يعنيني شاب كيفتك انت مسجل ومع مرشح وحماسي يالتك تتواصل مع حملتوية كانك تعاونهم ذاك ويتواصل دعا بلا جميل الحمد لله من 2014 مع المرشح برامي الداعبي شباب يالتوية ومعروف الحمد لله بطريقة سلمية حق مع طريقة سلمية إن شاء الله ندور التغيير لا عن طريق فنادق الكراء والميعاد بين معهم إن شاء الله ودالك ياس إن شاء الله ويسجموا معانا استقموا معنا نحن لا بد ان نغير الدوله كل راجل كامل عن علي خلق الله الشفافيه واستقم كل حد يجبر ذاك شفافيه ان شاء الله وخالد لا التغيير بطريقه ديمقراطيه وحق الطبيعي الدوله يلا تتغير الدوله يلا يتغير يلا يحكمها مدني يلا يحكمها عسكري ذا كامل يلا يخلي وقطعني ماني مع غزواني ولا بصوتي وضح ما قلت لك بصوت البيران حتى 100% ضرب 100 ضرب 100 الفكره واصله ومقتنع بيه الله يحفظك واسمي ذاك وطالع لك قاعد محفوظ مع الزعيم بلال الداعي طلعتك ليش شفت تعليقك قلت لك ليش صوت بلال طلعتك اياك تعود تدلي برايك والله مرحبتي بك وافتخر بلال مرحبا الله يحفظك انت ويبارك فيك ويجازيك بالخير امين امين شين عندنا عندك برنا مال مالك انت انت مدارك من الشباب خيرا ذاك كل شيء وقته وبعض من الشباب هم ظلمت ظلمه وعدوان عادي عادي هذا اللي من الصيغة السياسية عادي الله يحفظه لا يعيدنا إن شاء الله بالسنوات للحكم الحاكم إن شاء الله يغير لنا مولانا إن شاء الله الدولة لنا مولانا في خير البلاد والعباد إن شاء الله إنه ما في خير إن شاء الله وذاك كامل لا تنسى خليط صوت لنا لا تنسى التصويت لنا خليط مرشحنا بلام الداعبي مرشح كل الموريتانيين وانا راني بيضاني بعض الاعلام لا يعود حد قال راني بيضاني معي ياسر البيضان ما هي قضيه بيضان مرحبتي بك والله مرحبا مرحبا بك انت الله يحفظك مرحبا سامي نعطي الكلام للمتدخل الموالي نختار نعلم الترك والاستاذ الحافظ اللبت عنه هو ضيفي الاساسي هم اللي يقول يطلع الحافظ طلع الحافظ الحافظ بس محيلة له نطلعوا لين يعود ما يخرص للعيف لو دولي للحافظ مشوا له مساجات قولوا له عنه يطلع عيوها أخير كريم انت ايش حالك السلام عليكم عرفنا براسك وتفضل وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ حسن كيف الحال ما شاء الله تبارك الله ايش حالك انت معك المهندس وديب مستشار رئيس حزب النصاب كنت بعد اختار الكاميرا لا تعود بعد حقيقة بعد ما فتحت لي واهلي عني جاتني مشكلة تقنية والله الكاميرا مفتوحة تفضل عيني لي تطلع لي وزي مرحبا بك وسلوله ما طالع لي باطل توه ديماج ما هو جايني خايف ما عندك مشكله ايماج صافيه والصوت صافي تفضل انا لا نبدا ما نطول عليك ان شاء الله ومرحبا بك ضيفك الكرام لا نبدا من حيث انتهيت انت بقضيه التزكيات اللي قلت عنها اللعبه خسرت وهذا انا ما اشوف انها وهون لا نعلق شوي على قضيه المظاهرات اللي عدل الاستاذ نور الدين وبعض من المرشحين واللي يحملوا به وزير الداخلية مباشرة أنه هو اللي حكم عنهم هاي القضية ونختار وزير اللبس عن هذه الرواية هو كما قلت فما أحزاب الأغلبية هم اللي يتحكموا عندهم ذو المستشارين وعندهم ذو العمد هم الرؤساء طيب أنا كان زين عندي المظاهرات كبيرة يعودوا يعدلوها شرب المقر لأحزاب الأغلبية ياك يدروا عليهم الضوء غير ما تعودوا عدل شو ساعة حرية والله شو رئيس الجمهورية والله شو وزارة الداخلية والله يعني لا رئيس الجمهورية ولا مجلس الدستور لا رئيس الجمهورية من صلاحياته وخال مرسوم يقول أنا مزكي الناس هذا يعود خارج الدستور لا وزير الداخلية من صلاحياته يدخل تقول وزارة الداخلية فرض عليك متزكوا فلان والله تزكوا فلان إذا دكتور كينور الدين وشاب ومعها واسم هو ياسر من الشباب وكيل استاذ احمد هارون والاستاذ الاخ الفاضل لو خليت يا الله عنهم يا الله يعودهم يا الله يحافظوا على الدستور ويحافظوا على القانون
يقدروا يتظاهروا بطريقه مضبوطه وحقهم الطبيعي يديروا ضغطهم يديروا هذا كامل، يا غير ما راح اللي عنهم ينجروا لان عدو يقضون شهر ساعه حريه مباشره شهر رئاسه الجمهوريه مع اطباء ولا مع واحدين عندهم اخرين. هذا الشايف عن فيه ياسر من 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 من, من ياسر من قلت من قلت من قلت باط لدراك ياسر من الامور ولا محاوله قلب الطاوله. هذا بعد انا كشاب باط حول باطل الامانه وتو يقيسوا حزب الانصاف اللي عنده تزكيات تزكيات يقيسوا حزب الانصاف يقيسوا حزب نداء الوطن يقيسوا حزب حوار يقيسوا الاحزاب اللي عندها زم 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 عام. ثانيه مولي في نقطه اخرى شوي تفتح لي فيها قوس، انا ما شفت هون سابق التواصل يعلن 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 عنه مرشح رقاش، ما شفت التهجم كان على التواصل. التواصل عنده سبع عمد، عنده عدد من المستشارين هو راسه، كان لدعم سمارة كانت هي اللي هون شائعة بداية. هذا قاع سابق التواصل هالشي، ما شفت كان الضغط المدور على الناس الأخرى. والله التهجم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الإخوة على 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 الجهة ما كانت مساوية فيها الناس كاملة. كانت لا تسمع شوي بتدخل ونعطيك تعقب عليه. مداخلتك الأولى عادت عندي منطقية، أنا مو ميالتهم يقيسوا حزب الإنصاف يطلبوا التزكيات ما هو حزب الإنصاف واحد ما هو حزب الإنصاف بعدين الأغلبية كاملة. أنا أوفيك الفكرة لو سمحت، تزكيات فعلا ما هي عند وزير الداخلية ولا الرئيس ولا رئيس مجلس الدستور. التسيات شهر حزب الإنصاف كانوا يعطيهم يقيسوا طريق نواذبه ويعدوا شهرها مسيرتهم، لكن عندك حق فيه. يا غير بالمقابل ما تقدر تقولهم عنهم يالتهم لا استاذ ما اول قلت انا مستشار رئيس حزب الانصاف ولا قد ندعي تظاهره قدام حزب الانصاف. لا قلت احزاب الاغلبيه، قلت الاحزاب الاغلبيه اللي عندها احزاب الاغلبيه انت عندك حزب نداء الوطن وقد يزكي هو راسه عن حنين استاذ. انت عندك حزب نداء الوطن كان يتكلم فيه داود ولا احمد عيسى قد يزكي هو راسه رئيسه. عندك حزب حوار عنده بلديه العصابه، بلديه ادرار، بلديه وسم البراكنه، عنده بلديتين اخرين، عنده مستشار. هذا قد يزكي هو الراس. فما انا قلت احزاب الاغلبيه تمتلك هذا. تسمح لي شوي بنوضح لك فكرتي. احزاب الاغلبيه في بدايه مسلسل التزكيات قالوا عنهم توقيعاتهم وعمدهم دايرينهم تحت تصرف المرشح والغزواني، وعادت ادارتهم اداره مركزيه يديرها الحزب اللي انت منه. غير قاعدة ما مهم عيني علي الفكره الجزء الشق. انا قاعد الشق الاول من تداخل مداخلتك انا موافقك عليه. انا ليه انا متعاقب معك في الشق الثاني. الشق الثاني اللي قلت فيه عنهم للضغط اللي داروا عليه الاغلبيه ما داروا عليه تواصل. تواصل عندهم ياسر من المستشارين، غير عندهم لا سبع عمد. سبع عمد ما هم لا يسبقوا حد، لا يسبقوا بعد قاع فيهم رؤوسهم. سبع عمد لا بالسيف لا كافين هم، وهم قبل منهم سته وطاوا واحد النور الدين. طيب انا قلت التواصل قبل، انا تكلمت وانا قبل التواصل يعني ترشحه، يعني بعد التواصل يعني ترشحه ما تلحد يقدر يتكلم به اللي انا اخترت راسي ما قد نقدر نتكلم. يا قال انا لا انا راقبت الحمله اللي خلقت كامله سابق التواصل يعلن يعلن ترشحه به اللي عنده حكم بسبب مفاجئه عاد ما له داعي للسمار. على كل حال لا هي نحاول نتعدد النقطه. سابقا نقول لك انا واضح الان صوت ان شاء الله وقامت رئيس الجمهوريه هو مرشح الشباب، هو اللي راجي منه ان شاء الله عن 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 الشباب ان شاء الله عندي ماموريه تعود ماموريته الى اراده الله سبحانه وتعالى. هذا هو رجعنا كامل بهذا وداعي له شبابهم كامل. يا غير سابق هذا نختار عندي جزئيه قد تعود خارج النقاط اللي تحدث تكلمت التعليم وياك ما نطول عليك. نختار نتكلم عن قضيه مالي باني حد من سكان ولايه الحوض الشرقي وفم من الحوض الشرقي. أنا من سكان، أنا قاري في النعمة، قاري في أوكودي وقاري في كوليج النعمة مع النائب محمد لمين وسيدي مولود وقاري في ثانوية النعمة الحمد لله. فهمت وراجل من الحوض الشرقي من أهل باسكنو ومن أهل مرج ومن أهل النعمة. قد يخلط كامل من الحوض الشرقي كامل. أنا واحد من الحوض تعرف انا ما سكنوا والله انا تابع مقاطعه النعمة. مبروك مبروك طريقك مبروك للناس الاخرين لكم. هذيك الطريق اللي تقضى انت انا لا بتقضاها ما شاء الله في الظهر مزات في الخريف مع بقية الاحواشي كذاك الطريق كامله ما شاء الله. وين كنت نختار نتكلم عن النقطه بات انا كانت مهمه بي الحوض الشرقي. انا شفت الاستاذ شنو بارح اتكلم عن تقريبا عن تراجع تحت المرتبه الاولى من حيث عدد تسجيل واسمه الناس مسجله على اللائحه الانتخابيه وتقريبا 254 الحوض الشرقي 199 وهذا
اخترت بعض نبين هون شيء بيلي مربوط في النقطة الأولى تكلمت عنها، والله النقطة الثانية قضية أحداث مالي عن حوض الشرق الأركت، ما هو ناس كاملة معروف إن عنده ذي وضعية الحيوان وضعية الشباب ومجابر على الحدود، وين كان الحمد لله هي ريتم ذاك المشي ذاك من الخوف ذاك كامل انكسر شوي ذاك من الخوف وهذا، وأنا بعد ما رجعوا لأنه الحمد لله بسبب ذيك المناورات اللي خلقت ذاك كامل عد الجيش وهذا فهموا الإخوة الآخرين الرسالة وعرفون ما عندهم أطماع ملي غير ملي عن الجيش الموريتاني بدي يرجع وهي دي جات من الديليغاسيون دي مهمة وجابت وذا وعادت عنده عاد مهم وهذا راجل إن شاء الله. نقول لك أنا قاعد روايلي عاد لك اللي هي تحمج الولاية ولين تحمج أنا ددان الولايتي الحوض الشرقي من المعروف من زمن والطايع أنه هو الولاية اللي تجيب أكثر عدد من الأصوات وكان دائما يجي هو الأول. هاي السنوات التالية عاد فوق ترازة لعاملين أساسيين، العامل الأول عن القرب من نواكشوط بالطبيعة الحال عن الولاية اللي مزقنا بالنواكشوط من جميع الجهات يعود أهون على خلقها عنه يمشي شور القرى والبلديات اللي ما بيلي أقل كلفة من حد مننا نحن مثلا لا يمشي ويسجل شور ولا والله يسجل شور مبيت لعفاش. العامل الثاني عامل الهجرة ما بين موريتانيا ومالي، ياسر من أهالينا نحن تعرف انت عنهم يعود واحد مبين دار مبين باسكنو خاي والله ولو هاني قاع في الحوض الشرقي قطت ذيك الساعة في إحصائية ما تتحاج اللي قط شفتها في كتاب ندول لودلو هون في مكتبتين عقب مخورة عن ذمات إياها 60,000 مواطن متذبذبة ما بين الحوض الشرقي وجمهورية مالي، وذا هو اللي عدل عدد الناخبين في الحوض الشرقي تناقص في الفترة الأخيرة وعاد طالع عليه الترازة غير بعد لعوامل واضحة ومعروفة للناس كامل. بارك الله فيك رانك جبت الله يحفظك بخير مرحبتي بك. قبل نختم نختار شوية هون شيء خارج عن الموضوع يقدر يخصك انت ويخص المشاهدين. استاذ انا شاب موريتاني ونتابع دائما المحتوى اللي تقدم ونشوفه وعاجبني، سواء كنت دائما كنت ماشي على جهه اسوء بيلي دائما تقبل العصا